في هذه الفقرة معانا نجوم منتخب الكويت للمدارس واللي شاركوا مؤخرا في بطولة كأس جي العالمية وحققوا المركز الثالث. راح نتكلم أكثر عن مشاركتهم مع ضيوفنا في الاستديو. أحمد إشراق، إداري وإعلامي منتخب الكويت للمدارس، حياك الله، الله يحييك. نورنا اليوم. ومع نجوم منتخب الكويت للمدارس عبد الوهاب الهندي، حياك الله، الله يحييك. مساء الخير. وسعود قاسم، حياك الله، الله يحييك، أهلا فيك، حياكم الله ومنورينا. وشكرا على هذا الانجاز الجميل اللي تكلمنا فيه بالاسبوع اللي طاف انا وزميلتي اسرار، انكم خذيتوا المركز الثالث وفخورين في هذا الانجاز. في البدايه احمد، يا ريت لو تكلمنا عن هذه البطوله اللي شاركتوا فيها. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على هذه الاستضافه. ونوضح احنا شنو صار ويانا. احنا في دوله الكويت تقام بطوله جيم في تصفيات الموجوده في الكويت، بعدها ننتقل الى دوله قطر. فصارت بالكويت تصفيات المحافظات بين 7 محافظات، واخترنا احنا النخبه من بعد التصفيات اللي حصلت عليها منطقه حولي التعليميه. بعدها انتقلنا الى قطر ولعبنا في اول مجموعه مع البرازيل وتشيلي وروسيا والسودان. في القرعه يمكن الشباب تحبطوا، ولكن يوم طاح معنا البرازيل وتشيلي وروسيا غلبوا البرازيل في اول مباراه وتاهلوا في الدور الاول بالعلامه الكامله 12 نقطه. ومن بعدها انتقلنا الى دور الثمانيه، لعبنا مع الامارات وغلبناهم، ووصلنا الى دور الاربعه مع المنتخب الفرنسي وسجلنا في البدايه ولكن تعادل وخرجنا في ضربات الترجيح. ومن ثم لعبنا مع المنتخب البحريني على الثالث والرابع وفزنا على المنتخب البحريني 4-2. هذا باختصار اللي صار بالبطوله. ممتاز. نعم، في النهاية ساعات الواحد فعلا يتحبط إذا كانت لأمور غير متوقعة، لكن في النهاية المركز الثالث هم يعني مركز حلو. عبد الوهاب، إذا بنتكلم شو شفت المنافسة مع باقي الفرق؟ وشي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل فرقة يعني كلهم، أنا ما أقول أن ولا واحد فيهم مو زين، كل فرقة المشاركة كلها قوية. مثل ما قال الكابتن احمد، يعني اول ما تاهلنا دور 8 ضد الامارات، اوكي فزنا عليهم. فرنسا احنا ما نقول خسرنا من فرنسا لان ضربات ترجيحيه، ضربات حظ. بس الحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله. واحنا بالنسبه لنا انتوا المركز الاول وحتى المركز الثالث هذا انجاز، يمكن انتوا لانكم لاعبين وعندكم رغبه ورايحين وغربه وتبون تجيبون المركز الاول وانتوا قدها ان شاء الله في المباراه الجايه. ولكن سعود، انتوا لعبتوا مع وايد من افريقيا، ولكن هل كنت متوقع انك تفوز على الافريقيا اللي انت فزت عليها بالفتره الاخيره، الامارات وفرنسا؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اول ما طلعت القرعه ما كنا متوقعين ان نفوز على البرازيل. البرازيل خصوصا ان اسم برازيل فريق قوي، صحيح كذي. يوم دخلنا الملعب قاتلنا على الكره من اول دقيقه لاخر دقيقه وفزنا عليهم. بعدين رحنا مباراه تشيلي فزنا 5-6، بعدين السودان، بعدين روسيا، تاهلنا الامارات، الامارات فزنا 2-1، وفرنسا تعادلتوا مع فرنسا. ايه. سعود، كم عمرك؟ 12. ما شاء الله. ومن متى وانت بلشت تلعب؟ 6 سنين. 6 سنين؟ يعني صار لك 6 سنين لاعب، 6 سنين لاعب و6 سنين بلشت في اللعب. طيب كابتن، اذا بنتكلم اكثر، المنافسه شلون شفتها ما بين الفرق وما بين فريق كان بقيادتك؟ هل كانوا يعني مثل ما هو مطلوب منهم؟ هل كان مجهودهم مثل ما انت كنت متوقعه؟ احنا خلينا نقول عشان اعطيك تشكيل الفريق، طبعا مدرب الفريق كابتن علي فلاح. نعم. مساعد المدرب كان كابتن محمد سند. نعم. رئيس الوفد الدكتور احمد فايز، موجه عام تربيه بدنيه، وانا كنت اداري واعلامي الفريق. تمام. احنا دائما واقولها بكل لقاء، احنا ما سكرنا جناطنا وسافرنا، احنا كنا حاطينهم في خطه شامله وكامله. الخطه النفسيه كان ابو وهاب دكتور وليد الهندي يهيئهم نفسيا كل يوم بالليل حق المباراه الجايه. نعم. الخطة الإعلامية كانت عندي، طبعا ما اتصلنا على جرائد ولا مجلات، كانت خطتي مع السوشيال ميديا. نعم. فكانت تناقل كلماتهم وأخبارهم ونتائجهم عن طريق أكبر مواقع السوشيال ميديا. صحيح. بعدها يأخذونها جرائد. نعم. بعدها اتصلوا علينا أكبر الجرائد وحاشونا وكلمونا. الفرق المشاركة كلها فرق ممتازة، مو الكويت فازوا على البرازيل، البرازيل مزينين. صحيح. قلبناهم 3-1، تأهلوا معنا. برازيل فازوا بعدين وطلعنا في الدور 8 وباروا يمكن البحرين، بس ما حالفهم الحظ ان يكملون المشوار. نعم. ايضا روسيا مباراتها كانت جدا قويه،
انفردوا علينا وعطانا كم كره بالعارضه، ولكن في النهايه يعني لاعبينا كانوا مهيئين لان حطوا شعار الكويت قدام عيونهم. صحيح. يعني يمكن اي لاعب مسعود اكثر من مره يقول ويبوس العلم. حسين دشتي ايضا كان يأشر على العلم ان احنا موجودين الكويت وشعارنا موجود، والحمد لله وصلنا الى هذه الادوار. يمكن الاهتمام اللي صار اليوم من وزير التربيه في استقبالهم من المطار، تكريم هيئه الرياضه امس، تكريم سمو ولي العهد وتكريم سمو الامير بعد، فهالتكريمات تشجعهم. احنا نطالب ان نحافظ على هذا الفريق ليستمر المشوار معه. ممتاز. وطبعا انتم تستاهلون كل التكريم والتشجيع والدعم اللي صار لكم من رحتوا، ايضا لما رجعتوا تستحقون اكثر من اللي انتم حصلتوا عليه. فعلا هذا انجاز احنا نحتاجه بالفتره الحاليه. ولكن تو قلت كابتن سعود يبوس علم الكويت لهذا الجول، ودنا نعرف منكم عبد الوهاب وسعود، هل كنتم متفقين على هذه الحركات مدربين عليها ولا تطلع فجاه منكم؟ لا مدربين. شلون سعود؟ متدربين. متدربين عليها، انت لازم تبص على كل يوم بالليل كل واحد يضبط مع الثاني، اذا قولت بيجيلك تسوي بعض حركه، في اكثر من حركه صارت طبعا موجوده في اللقاءات او في الحلقات اللي هي مالت اللي طلعنا فيها، كل واحد عنده حركه مسويها، فهم يحفظون يتدربون على حركه واحده، اي واحد يقول كل اثنين يجون يخلصون حركتهم بعدين الفريق حلو. بالنسبه لك عبد الوهاب انت بدنا نعرف حركتك، هو يبوس العلم اما انت؟ عبد الوهاب اقول شنو حركتك؟ يلا عبد الوهاب. حركه اسوي بريك دانس واعطي في حركه في حركه اسمها الداب مالت باول بوجبا. حلو. ولا ميسي انتوا كنتوا في المباريات. عبد الوهاب شلون شفت الجهاز الفني والاداري معاكم والتدريب وغيره؟ هل كانوا شادين عليكم علشان تقدرون انتوا وتجيبون مراكز؟ لا قول الصدق، قول الصدق عادي. لا هم مشوا على قانون اوروبي، يعني منعوا المشروبات الغازيه والحلويات، وكنا ننام الساعة 9 كلنا بالغرف، ننام نقعد الصبح الساعة 6 على ما نبدل هذا، ننزل تريك 6:30 بعدين نروح إذا عندنا مباراة نروح نلعب مباراة، نخلص نرجع نتغدى بعدين نقعد نلعب شوي كذي نتعشى، بعدين الساعة 8 اجتماع، الساعة 9 ننام. نقول لهم شلون قعدتكم؟ نقول لهم شلون يقعدون؟ يدش علينا بالغرفه يطق البيبان حيل ويصارخ. معسكر كان؟ لا ماكو بطل ماي وياي، اللي ما يقوم على طول سبحه. طيب هل كانوا يخلونكم تتصلون على اهاليكم تطمنون عليهم؟ اكيد كان عندنا تليفونات. يعني زين مو وايد كانوا شادين عليكم؟ عطيناهم اول يوم شرينا لهم كل واحد شريحه وعبيناها ولحق انه يكلم امه وابوه متى ما يبي. ممتاز. احنا منعنا عن الاشياء اللي تضر، احتكاك ايضا بالمنتخبات الثانيه اللي كانت بتسهرهم عشان يخسرونهم، ولكن احنا الحمد لله قاعدين لهم، كنا يعني على قدم وساق، يعني ماكو شيء ينقصهم اللي احنا جايبينه. يمكن انت واحد من اللاعبين شق لابتشين على طول، رحنا شرينا لابتشين ورجعنا، طلعات نطلعهم ونوديهم، وحتى لعب كنا نلعب وياهم وانا فايز عليهم بالحشة الدين. توني بسالك على هاللعب هذا، انا ما ليش احس سعود هو راعي المقالب، نبي نعرف هل انت صدق راعي المقالب مع اللاعبين ولا في احد يسوي لكم المقالب؟ انا ومزيد، مزيد المطيري. شو المقالب اللي تسوونها؟ يكفي العوار الحمام من حاش. طيب سويتوها في منو؟ عبد الرحمن الرشيدي. اللاعب الثاني وياكم؟ وياهم بالغرفه كان. حلو. طيب كابتن اذا بنتكلم اكثر، ايش كثر اخذت مده التدريب لهذه البطوله؟ من متى بلشتوا فيها؟ والمده اللي خذيتوها اثناء الترتيبات؟ يعني الترتيبات قلت لك احنا صارت التصفيات شهر 10 بين المناطق، وهم لاعبين ما شاء الله جاهزين. قبل السفره باسبوع او 10 ايام جمعناهم وبدينا وياهم تدريبات، ودربنا ايضا يومين في قطر، ولكن مدربهم كان على قناعه ان تشكيله كان ثابت عليها من الكويت، يعني عارف منو بيثبت ومنو بيحط، وايضا المدرب كان عنده الحلول، وهاب كان يلعب هجوم يلعب دفاع، ترى حتى حارس كنا نقدر نلعبه، لاعبيننا وايد كانوا مؤهلين يلعبون اكثر من مركز، سعود ايضا كنا نازله نص لعبه هجوم، ففي حلول وايد، وتدريباتهم كانت يعني ما شاء الله، يعني حتى بالتدريب ما عندهم يعني مجال انه يريحون، تدريب تدريب. ممتاز. زين عبد الوهاب بدنا نعرف لما انت لعبتها ووصلتوا للمركز الثالث وراح تلعبون على المركز الاول في النهائي، شو رده فعل اللاعبين في المنتخبات الثانيه المشاركين معاكم؟
اول شيء لما احنا اول ما بدينا كنا مو مرشحين ناخذ اول بطوله، بس اول ما لعبنا اول مباراه ثاني مباراه على طول قالوا الكويت يعني مرشح للبطوله، والفرقه كلها انصدمت يعني لما فزنا على البرازيل كل الفرقه يعني مصدومه شلون الكويت يفوز على البرازيل. صحيح. يمكن انتوا كنتوا قدها للامانه، سواء كنتوا خذيتوا المركز اللي تبونه، لكن مجرد ان انتوا رحتوا وشاركتوا في هذه البطوله وكنتوا قدها للامانه، الواحد يفتخر في هذه الطاقات الشبابيه. معنا اتصال مع الاستاذ احمد الفايز موجه العام للتربيه البدنيه، حياك الله استاذ. الله يحييك يا مرحبا فيك. أهلا فيك أستاذي. معنا نجوم منتخب الكويت للمدارس واللي شاركوا مؤخرا في بطولة كأس جي، شنو حاب تقول لهم في هذه المناسبة؟ ما احتاج، احنا يعني شهادتنا فيهم مجروحة، هذول أبطالنا اللي صراحة أثبتوا أنهم يعني قد المسؤولية واستطاعوا أن يحصلوا على المراكز الأولى على مستوى العالم، وفرحوا أهل الكويت بالإنجاز الكبير اللي صار، وكذلك يعني نعتبرها يعني كهديه للشعب الكويتي، وعلى راس طبعا صاحب السمو امير البلاد حفظه الله بالاعياد الوطنيه لديره الحبيبه الكويت. ممتاز استاذ، ايش كثر مهم يكون عندنا مثل هذه الانجازات من الشباب الكويتي على مستوى المدارس؟ والله احنا ترى انجازنا كمدارس انجازنا حافل بال يعني سجلنا حافل بالانجازات، فاحنا لنا يعني صولات وجولات كما كمنتخبات مدارس على مستوى الوطن العربي. احنا مثلا نكرر ونقول ان احنا ابطال العرب في كره الطائره وفي السباحه والعاب القوه، وابطال الخليج في كره اليد، وابطال الخليج في الجمباز، ويعني العاب كثيره جدا الحمد لله يعني على مستوى عالي من الكفاءه، لان مدارسنا مليانه بالمواهب الطلابيه ونقول اللاعبين على مستوى عالي من المهارات الفرديه. نعم استاذي، شلون شفت المستوى اللي قدموه نجوم منتخب الكويت للمدارس؟ والله شهادتنا مثل ما قلت يعني فريقنا او منتخبنا يعني سجل اسم يعني وخلى يعني انجازه، خلى الجميع يلتفت حق هالمنتخب ويتبع يعني يلحق المنتخب وين رايح وين راد من استقبال من صحيح. حتى المنتخبات اللي كانت مشاركه معنا كالبرازيل وفرنسا يلحقون لاعبيننا ويصورون معاهم يعني وندل، هذا دل على مهارة اللاعب الكويتي. صحيح. حابب تقول شيء كابتن أحمد الشاق؟ والله أبو فايز ما يحتاج، يمكن كان من أول الداعمين، نتمنى دعمك يا أبو فايز على طول. لا شك أنا دعمنا وياكم ويا اللاعبين ومعاهم، احنا مسوي لهم ترتيب برنامج كامل حق المنتخب ان شاء الله باذن الله بالصيف راح يكونون لهم دورات خارجيه باذن الله تعالى ان شاء الله. شكرا لك اكيد استاذ احمد الفايز موجه العام للتربيه البدنيه، يمكن قاعد نشوف الدعم الكبير اللي يقدمونه لنجوم منتخب الكويت للمدارس. احنا راح نكون مستمرين معاكم ومع ضيوفنا، لكن راح ينضمون معانا لاعبين ونجوم اخرى، لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا ومكملين حوارنا مع نجوم منتخب الكويت للمدارس، ونضم معنا نجوم، معنا عبد الرحمن الخضر حياك الله. صحيح. وايضا معنا بدر المنصور حياك الله. الله يحييك. وياسر اشكناني حياك الله. الله يهليك. بصراحه عبد الرحمن حسيتك ان انت اشطن واحد بالفريق، كلمنا عن مقالبك اللي تسويها. مو وايد شوي يعني. يعني منها؟ اتو الكابتن قال انت اشطن واحد فيهم يعني. لا تقول مو وايد. تسوي المشكله وتتوخر كأنك ما سويت شيء. ممتاز. زين كلمنا شنو حركتك اللي تسويها؟ جبت هدف من ساعه كلمونا ربعك عبد الوهاب وسعود في المنتخب، نبي نعرف حركتك. ما اسوي شيء. بلى لا تقعد افت الحين. هل انتم قاعد تشوفون يعني النجوم الكبار في المباريات الاوروبيه شلون هم يتصرفون لما يقولون، فانتوا تاخذونها شيء يعني كنتم قاعد تنرفزون الفريق الثاني ولا لا بدر؟ اي ولا لا؟ اي مبين اي اي حلو. شو اللي خلاكم تشاركون؟ وهل توقعتوا ان انتوا توصلون للمركز الثالث؟ اي متوقعين؟ تعبتوا بالتدريبات بدر؟ اكيد تعب عشان وصلنا لهذا المركز. طبعا اكيد، واللي وصلتوا له مو شويه والتعب هذا ما راح هدر مثل ما هم يقولون، صح؟ وش تقول عبد الرحمن؟ شو كانت التدريبات وياك؟ زين يعني. يعني؟ يعني مو شادين عليك كانوا؟ شوي شوي؟
ولكن تحملتوا هذا الشويه اللي قاعد يقولون عنه لما قاعد يدربونكم فيه. ولكن بدر انا سمعت حركاتنا بعرف حركتك وبعدها راح اعرف حركه ياسر. شنو حركتك اللي بتهدف؟ اللي بتهدف؟ اي لا ما حد يعرفها غير رفيجي. شنو ما حد يعرفها لازم نشوفها على الشاشه. واحد ما يعرف يسويها اللي معي بالشاشه ما يعرف اللي يسوونها. شلون يسوونها؟ شلون يعني؟ شلون سوها؟ شلون سوها؟ تعال يلا ما. لا بتقومون؟ لازم اثنين شو اسوي؟ لازم اثنين لازم اثنين لكوت كوكس ولا شيء. يلا, يلا تعال اوكي كذي بعدين كذي 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 وي اللي خلصت المباراة اللي خلصت المباراة تعرف تخلص. زين ياسر انت شنو حركتك؟ لا ما يبقى ما يتقال؟ زين اذا يبقى شنو كانت حركتك او مخطط تسوي حركة؟ ما بس اسوي كذي اخوي ايدك هذه اللي صابها من المباراة؟ لا ها مو صوب مو صوبها بس. حلو. طيب احمد اذا بنتكلم اكثر عن الفرق اللي مشاركه واللي نافستوهم شلون شفت ارائهم في مستوى منتخب الكويت للمدارس طبعا الفرق المشاركه ما شاء الله كل واحد جايب ستافه يمكن 7 إلى 8 إلى 10 اشخاص وياهم في الكادر الفني والاداري. احنا كنا 4 فالمجموعه الطيبه تهدهم شويه والشباب طالب من المطعم بالليل الساعه 10 دخول غرف طالب المطعم قول بعد سويت شيء اقوم الصبح ولا الطلبات فرحت حق اداره الفندق قلت لهم الوفد الكويتي ممنوع المطعم يدش الغرف يبون اكل بوفيه. طبعا كل شيء كل يوم البوفيه مو عاجبه صح؟ صح بوفيه كله مو عاجبه. لا شكله يعني ذويق بالاكل ما يعجب الاكل. لا ما هو ما يعجبه العجب يعني على طول. طيني ولا مو بطيني؟ منو؟ طيني ولا لا؟ من يقول؟ عذب لا كاواني هني ما شاء الله هني ما شاء الله ما شاء الله هني ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا بتحكي عن المنتخب الكويتي اليوم طبعا هم يعني نضحك وياهم نتقشمر وياهم ولكن في الجد رجال يعني في الملعب يطبقون اللي يبيه المدرب. شعار الكويت قدامهم جمهور الكويت يتواصل وياهم على تويتر وانستغرام وغيرها من المواقع. فالفرق الثانيه كانوا ايضا مؤهلين يعني وداشين معسكرات شهرين يمكن عمان داش شهرين الامارات داش شهرين البرازيل داش شهرين فهم ما شاء الله يعني يطبقون اللي احنا نقول لهم اياه. يعني حتى احنا نطالع المباريات وما شاء الله يتابعون القناه اللي كانت بي ان سبورت المعروضه كانت تعرض المباريات فكانوا يشوفون من اخطر لاعب بالفريق منو احسن لاعب يلعب باص فهم يحاولون يعني يثقفون نفسهم خلال المباريات اللي تعرض كانت بالليل. منتخب ملتزم بالنسبه للمنتخبات الثانيه انا تفاجات في وايد منتخبات كانوا مزعجين يعني كانوا يمنا وايد مزعجين ومذين كباتنهم ولكن هذا المنتخب ان شاء الله ان شاء الله يعني له مستقبل كبير. مستوى جميع الفرق مستواها عالي. نعم. ما حد راح يرضى انه يمثل ديرته لاعب بسيط او لاعب داش بالواسطه. صحيح. ولكن احنا لاعبينا ال 15 طبقوا اللي يبيه المدرب يمتلكون الحلول وضعوا شعار الكويت امام عيونهم والحمد لله وصلوا الى النهائيات. ما حد قول علينا قبل لا احنا نقول عليه. ما حد فاز على الكويت في الوقت الاصلي. الحمد لله. يوم بلنتيات فرنسا فرق ضربه ترجيحيه وخسرنا اللقب بسببها. لو مو هذه الضربه ونقول احنا قدر الله ما شاء فعل وضربات ترجيحيه ضربات حظ. كان هم في الاول انا اتوقع ان كنا لو مخلصين مع فرنسا طبعا ان احنا كنا في المقدمه واحنا اللي نستاهل والاخوان في قطر قالوا المنتخب الكويتي ابهر الجميع. اليوم حتى الكشافين من جميع العالم قالوا شنو اللاعبين اللي عندكم؟ ما شاء الله ما شاء الله عليهم يعني حتى عبد الرحمن ووهاب وحسين دشتي جت لهم عروض من قطر ان يقدرون يسجلون مع انديه ولكن هم للحين باقين. عسى الله يوفقكم ان شاء الله ونتمنى ان هذا المستوى يستمر ويتطور الى الافضل اكيد وان نشوف مثل هذه المشاركات لمنتخب الكويت للمدارس يشارك في بطولات وممكن انه يحقق المراكز الاولى. يعطيكم العافيه اكيد الكابتن احمد تراق اداري واعلامي منتخب الكويت للمدارس شكرا على وجودك اليوم معنا. شكرا لكم. يعطيك العافيه وايضا لنجوم منتخب الكويت للمدارس عبد الرحمن الخضر وياسر اشكناني وبدر المنصور موفقين ان شاء الله. أجمعين. شكرا لكم راح نكون متواصلين معاكم لكن مثل ما تعودتوا في كل خميس تكون معنا فقرة خاصة عن السينما وآخر توب 5 لأفلام السينسكب الكويتية وبعدها نرجع وياكم.